جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأدعية في ما يقوله الصائم عند فطره، وأصح ما جاء في ذلك ما جاء في السنن أن من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الحديث فيه الإخبار بالواقع المتضمن شكر الله عز وجل وسؤال الفضل منه جل في علاه. فذهب الظمأ وابتلت العروق، هذا خبر عن ما امتن الله تعالى به على الصائم من تيسير الطعام الذي حصل به ذهاب الظمأ وابتلال العروق. ثم بعد أن ذكر هذين الإنعامين من الله الكريم المنان، عطف على ذلك الأمل في أن يتم الله الفضل وهو أن يثبت الأجر، ولكن علق ذلك بمشيئة الله طمعا في فضله ورجاء في إدراك عطائه سبحانه وبحمده. ولاحظ أنه لم يعلق المشيئة في ذهب الظمأ وابتلت العروق، بل قال ذلك جازما: ذهب الظمأ وابتلت العروق. صحيح. وأما قال وثبت الأجر، قال إن شاء الله، أي في ثبوت الأجر. وذلك أن الإنسان لا يعلق ما مضى من الأحداث بالمشيئة، فلا يقول نمت البارح إن شاء الله، لأنه شاء الله شاءه الله وقد انقضى. فالمشيئة لا تتعلق بالماضي، إنما تتعلق بالمستقبل. ولا تقول لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله.